وشعرته وشفته عملهم. دور سفراتنا بالخارج هذا في جمهورية مصر، لكن في بلدان أخرى، وأخيرا بعرف أنه الإمارات كمان سفارتنا ما قصرت، لكن في بلدان أخرى في متعثرين، في السودان، في الصومال، في أثيوبيا، بعرفش أثيوبيا بجوز ما في سفارة، في تركيا. أغلب الأخوة بيقولوا بنتصل ما بردوا علينا. دور السفارة تحافظ على أبناء الأردن. نعم أنا بعرف في كم هائل كبير ما بيلحقوا، لكن في إشي مهم وفي شيء أهم. النقطة اللي ما حكيت فيها اللي هي دور إعلامنا الأردني في قضية المتعثرين، التركيز على قضية المتعثرين. الإعلام الأردني اللي كل العتب عليه كقضية كبرى بهذا الحجم، إن قامت الدنيا والناس تقامت بالتعثر على السوشيال ميديا بيصير فيها بعض الحديث على بعض المحطات، ثاني يوم ثالث يوم بتتغطى وبتروح. ليش؟ ليش يا إعلام؟ كل أبناء الأردن، كل بيوت الأردن الآن تتعثر. ليش يا إعلام؟ أنت السلطة الرابعة، وينك عن هذه القضية؟ ليش أنا اللي يكون دوري إني أكون ماخذ مكان الإعلام في هذه القضية؟ أنا دوري أوصل لك هذه القضية، وإنت كإعلام لازم تحكي فيها. وينك عن هذه القضية؟ كل الاحترام، في قناة رؤية الأسبوع الماضي كان في قضية للمتعثرين وكان في استضافة إلي، وبتفاجأ إنه بيلغوا الحلقة. هل هو إلغاء الحلقة بسبب زي ما قالوا لي جائحة كورونا والأعداد اللي بتزيد، ولا هو أجاهم ضغط، ولا شو القصة؟ أنا مش عارف، وراح يكون في تواصل معهم، وإذا كان ألغوا الحلقة راح يكون إنا دور في هذه الحديث. ليش؟ ليش الإعلام الآن يتخلى عن هذه القضية؟ هل هو في ضغط؟ هذا حق مشروع، لا نستجدي بالناس أحد، لا نستجدي من الناس أحد، احنا بنطالب بحقنا، حق مشروع نعيش بكرامة. سياسة حكومات اقتصادية أدت فينا إلى هذا، من قوانين، من ظروف، حتى إذا مش قوانين بشكل مباشر، ظروف أدت بسبب هذه القوانين. إما واحد ابنه مرض وراح عالجه، إما واحد ابنه درسه، إما إما إما، فمعناته لا في دراسة ولا في تأمين صحي ولا في غيره، والقوانين هي اللي أدت إلى ذلك. إذا بدنا نفتح هذا الحديث، كل الشعب الأردني تعثر منكم، من سياساتكم، من حكوماتكم الاقتصادية. بتفاجأ امبارح واحد بيكتب على الفيسبوك الرئيس الوزراء القادم اقتصادي. طيب ما الوزير الحالي واللي راح يكون سابق ما هو اقتصادي؟ هو ايش هو؟ هو جاي من كوكب ثاني، من المريخ؟ ما هو اقتصادي من لحم الشعب، مش جاي من المريخ. هو مش لامس يا رجل؟ يعني هو اللي بيصير وزير ولا بيصير حكومة بروح بسكن بطبقة مخملية ما بعرف؟ ما أقول لك يا سيدي، لو رحت سكنت في طبقة مخملية أنت ما بترجع لأصلك، ما بتشوف قرايبك، ما تشوف أولاد عمك؟ مش معقول كل عيلة فيها من المتعثرين بدال 10 100. قضية التعثر معروفة، حكومات تتعثر، بنوك تتعثر، شعب يتعثر، تجار تتعثر. بعدين لمتى تعبنا؟ والله تعبنا، والله الرسائل اللي بتجينا الشعب تعب، والله نفسي أسلم تليفوني هذا لحكومة الرزاز، لدولة الرزاز، أقول له بس تفرج على هالرسائل، والله لو تقرأ الرسائل لتحل القضية يا رجل.
ليش ما يكون في طاولة مستديرة يا دولة الرزاز تستقطب عدد من المتعثرين وتسمع ليش تعثروا؟ كما أنت يا دولة الرزاز في إلك أولويات، في إلك أولويات هذول أبناء شعب بدك تسمع منهم، بدك تحل قضاياهم. قضية المتعثرين أثرت على كل بيت. جائحة كورونا الآن يتعثر فيها أكبر تجار الأردن، كل قطاعات الأردن تتعثر، من ملابس لأجهزة كهربائية. أقول لك والله ما في غير الأكل اللي شايفه شغال بالبلد، الكل بيشكي، الكل قاعد بيتعثر. نهاية أخوي، تليفوني موجود 0478-83840. بعرفش والله كيف أكتبه على البث، خليني أحاول أكتبه، خليني أحاول أكتبه دقيقة والله. هذا رقم تليفوني هي على البث، بعرفش بس كيف بتثبت، خليني احاول اثبته كيف. هاي مثبت. انا بدعو من هذا المنبر كما دعيت بالبث السابق واللي قبليه، تكاتف كل المتعثرين، توحيد كل المتعثرين، ايصال رسالتكم، ايصال صوتكم يا متعثرين. ليش ليش ما ليش ما يوصل صوتكم؟ انا بعتب على المتعثرين يا رجل، قاعدين بنحكي على نص الشعب الاردني متعثرين بشكل غير مباشر، على 300 او 400 او 500 الف واحد مطلوبين متعثرين، وينكم 70 ولا 80 ولا 100 واحد على بث؟ يا ناس اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في قضيتكم، وبالاخير بيطلع لك واحد بيودي لك رساله بيقول لك الدكتور سامر باع القضيه وتقاسم هو وطارق ابو الراغي بالكعكه، ولكم اطلعتونا من 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 حالنا يا ناس. قضيه بنشتغل منها 4 سنين متنا. انا والله طلباتي لسه علي وجايب اشعار اول امبارح قد ما سمعت كلام. الو، مساء الخير، هلا، الله يعافيك، اللهم امين. مين؟ عفوا، عصام ابو الرب، اهلا وسهلا اخوي عصام، يبارك فيك. انت راح تكون على البث، هي راح افتح السماعه والبث معك والكاميرا معك، تفضل اخوان. معنا الاخ عصام ابو الرب من اربد، تفضل اخوي عصام. الله يسعد مساك استاذ سامر، يسعد مساء المستمعين جميعا. مساء الخير، تفضل اخوي عصام. الحديث طبعا اول شيء احنا زي ما حكيت انت، كل سنه قاعده بتزيد المشكله، وكل يوم قاعده بتزيد، وكل ساعه قاعده بتزيد، واحنا بدنا حل جذري. انا بالنسبه لي كل الاردن بتعرف شو مشكله التعثر تبعتي. انا مشكله التعثر تبعتي من وراء علاج طفلي كلفتني بحدود 120 ألف، وما استفدنا 1% في الاردن. هاي احدى الحالات، هاي احدى سبب تعثر، وهذا سبب. خلني اشرح الوضع كامل دكتور سامر، تفضل. خلني اشرح الوضع كامل لطفلتي من لما اجت، لا شو اللي صار معي بالضبط، وشو اللي انضحك علي فيه، عشان الناس تسمع انه مش كل متعثر زي ما بيقولوا نصب. معي دكتور سامر؟ تفضل، انا سامعك، بدي الناس تسمعك، انا بديش ادخل معك، خليك اترك لك الحديث. انا اجتني بنت صار عمرها اسبوع، كان وزنها 4 كيلو، نزلت البنت لوزن نص كيلو. لا اله الا الله. بعد اسبوع اخذناها على المستشفى، طبعا تدخل بالشهر وبالشهرين وبالثلاث، ما
هاي الان عمرها 3 سنوات ما حدا مشخص مرضها شو مرضها، لا هو لا سمح الله سرطان، لا هو عضل، لا هو خلينا نقول من ذات الاعاقات، من هاي مش مشخصه نهائيا بكتب رسميه من المدينه الطبيه ومن وزاره الصحه. لا. طبعا بال 2018 بشهر 8 اجى الملك عبد الله على اربد على منطقه دير السانه، عزب اهل الشهيد الهياجنه، مسكت بنتي كان عمرها سنه او 8 شهور، كان وزنها نص كيلو او كيلو كيلو يعني بين نص كيلو والكيلو، رميتها بحضن سيدنا طلبتها كيف زي ما انت شايف، لا لها علاج ولا قادر على علاجها، طبعا امر بعلاجها نعم، بس ما شاء الله عندنا مسؤولين بيفتحوا النفس وبيسمعوا الكسمه. نعم. حولوا على المدينة الطبية، المدينة الطبية بقول لك احنا مش قادرين نشخصها بدها برا البلد. نعم. اركض على المستشفى الخاص هذا ادفع لك 10,000، اركض على المستشفى الخاص هذا ادفع لك 3,000، هون في دكتور ادفع لك 1000 ليرة مع الفحوصات، ما وعيت حاله لأنا دافع فوق ال 100,000. هذه نفس الحالة طيب. حصلت معي، ما بدي احكي هذا الحديث، تفضل. طبعا جلالة سيدنا امر بعلاجها، رجعنا على الديوان يا جماعة الخير، جلالة الملك امر ولا حدا قدر يستقبلني بالديوان. واحد من مسؤولين الديوان بيقول لي هواك الملك روح عليه. ليه على التليفون. نعم. يا ما انا بقولها على البث وبخافش. ما بقطع الراس الا اللي ركبه. صدقت. شو بيصير علي؟ ولا شيء. انا مش طالب، لا طالب اشحد ولا طالب مصاري، انا طلبت وهذا الطلب كان من جلالة سيدنا بمكرمة من جلالة سيدنا أمام الناس وأمام العالم، وكل وسائل الاجتماعية كتبت جلالة الملك يكرم الطفل حبيبة بالعلاج، ولا خلص بس دار وجه جلالة سيدنا انت المسؤولين بهم كوش، هي مش بنت رئيس وزراء تركب ورك، ولا مش بين الرئيس وزراء يروح يتعالج بإسبانيا بأربعة مليون وخمسة مليون لأنها طفلة مسكينة بنت فقير. نعم. بس أنا بوعد وبعاهد الله وبعاهد بنتي أمام الله، لو ببيع كل جسمي الله يشفي لك إياها يا رب، إلا أظل أحافظ عليها ومعالجها، وراح أصل لجلالة سيدنا. والله هذه برقبة سامر اشهد برقبة كل مسؤول أمام الجميع، راح أصل لجلالة سيدنا. والله زي ما وصلت أول مرة راح أصل إن شاء الله ثاني مرة، وراح أقول له كل اللي صار معي. والله جلالة سيدنا قلبه كبير، وكل مسؤول شو حكى راح أوصله لجلالة سيدنا. المتعثر مش نصاب. صدقت. المتعثر مش حرامي. أخوي أنا لما بحط قاعد 400 دينار حليب خاص على بنتي، مين بيجي يقول له خذ هاي التعريفة؟ يا أخوي عصام تصديقا لحديثك، يعني خلي الإخوان، يعني إحنا بجوز هاي أمور خاصة ما حكينا فيها. والله ابني علي، والله ابني علي هذا اللي هلا يعني عمره 19 سنة، قعدت 3 سنوات دفعت 101,000 في مستشفيات الأردن على حالة كانت يجي تشنج، ما خليت مستشفى بالأردن، وبالأخير كنت فعلا بدي أسفره برا، لكن الحال ضاقت وربنا هدانا لدكتور بالخدمات الطبية وتولى علاجه والحمد لله هيو شب، لكن بعد ما دفعت 101,000 وهذا بفواتير. هاي المشكلة، يعني طالما في كتاب من الخدمات الطبية لا نستطيع التشخيص البنت ومش عارفين شو مرضها شو ظل، حسبي الله ونعم الوكيل. لا احلى ايش الديوان بيحولني على لجنة، على لجنة طبية بوزارة الصحة، تعرف شو بقول لي رئيس اللجنة وبيعطي كتاب لوزير الصحة، والله هاي البنت علاجها برا زي جوا، شو تساوي لها؟ شو في لها فائدة لو ما في فائدة؟ خلص ظلها تتعالج هون. هاي مسؤولين هيهم. هاي مسؤولين اللي جلالة الملك بيعطيهم الثقة، واحنا كنواب بيعطوهم الثقة في هذا الشعب. إلا أحاسب بالقانون كل واحد إجى بطرف بنتي، وكل واحد منع يعالج بنتي. لأنه أنا الكتب الرسمية اللي معي مش جايبها تزوير ولا من الشارع، وأنا بدي منك دكتور سامر أنت والأخوان جميعا تكونوا إيد واحدة، خلاص اتحدوا
شغلة، مش كل جماعة وهاي جماعة وهاي جماعة وهاي جماعة. بكفي يا أخوان، سائق عليكم الله، خلينا نأخذ مرة واحدة يطلع بكلمة واحدة. والله يا أخوي يا عصام، أنا يعني من البداية لغاية هذه اللحظة من 4 سنوات لا أتبع جماعة، أنا متعثر وتكلم باسم متعثرين. يا ريت المتعثرين كلهم ما يكونوا جماعات، كل شخص متعثر هو بحد ذاته لجنة، كل شخص متعثر يطلع يحكي، هذه قضية للجميع، كل يتكاتف يحكي بنفس الهدف، بنفس نتفق على 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 هدف، نتفق على مطلب وكنا نمشي عليه. أنا بدي أسألك دكتور سامر. نعم. هسه اللي بقول لك هذول الصبيه هذول المتعثرين اللي كان عليه 210,000 او 115,000 بعثات المستشفيات وظل عليه 25، هل هذا نصاب يا اللي بتحكي على المتعثرين؟ والله يا اخوي يا عصام، انا لمست عدد كبير من المتعثرين. يا اخوي هسه في نصاب، في قانون يحكمه، في قانون احتيال، في قانون نصب، في يا عمي في تمييز. انا لمست اغلب المتعثرين، كل بده يسد، مش نصاب يا رجل. النصاب ما بيخلي عليه ورقة، النصاب ما بيخلي عليه توقيع، النصاب ما بتمسكه يا رجل، المحتال ما بتمسكه. أنا بوجه ندائي من خلال برنامجك الحلو دكتور شو سهرتك الحلوة، إنه يا أخوان جهدكم بالله تكونوا إيد واحدة، مش بس يكون عليه 1000 وبس يكون عليه 100 واحد، والباقي عندك دكتور سامر حبيبي. واشكرك على صدر شكرك الله يشفي بنتك، ونتامل من مسؤولين يكونوا بغير هذا الضمير تجاه شعب الاردن وابناء الاردن، ابناء الملك حسين، الملك عبد الله حفظه الله. حبيبي اشكرك. شكرا لك يا عصام. هلا سمعتوا اخواني، حكينا التعثر له أسباب كثيرة، هذا أحد أسباب أخواننا المتعثرين، ورسائل كثيرة. يا دولة عمر الرزاز، نطلبك بحل هذه القضية، بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بالتخفيف على أبناء الشعب الأردني، بالتوجيه المباشر اللي وجهك له جلالة الملك حفظه الله. نرجع بالناس الجلالة سيدنا، الناس اللي تعثرت مش نصابين، الناس اللي تعثرت تجار، عماد تجارة الأردن، اقتصاد الأردن انهار من يوم تعثرت الناس، أحد أسبابهم. إخواني الاتصال مفتوح، أخوي محمود جابر قال بده مداخلة، ابعث كاميرا يا أخوي محمود، أو إذا بالأردن هي رقمي. إخواني اللي عنده مداخلة يتفضل، لأنه حكينا بقضية المتعثرين وسنبقى نحكي في قضية المتعثرين، لن يثنيني عن قضية المتعثرين أي شيء لحين حلها، وهذا أنا وعدته لإخواني في مصر وفي الأردن وفي تركيا وفي الإمارات وفي كل مكان في العالم، وأنا ما تركت هذه القضية ولازالت هي القضية قضيتي. لن أسمع لمن تحدث وسأحاسبهم، أنا صابر وسأحاسبهم. وجهت اتهامات كثيرة ولكن الأيام طويلة، راح يتحاسب كل واحد على كلامه. لأنه طعن الناس مش بالسهل، وأنا حملت هذه القضية من 4 سنوات، واللي لقى شائبة عندي يواجهني من 4 سنوات، ووعدت إخواني في مصر أني راح أنزل على الأردن وأشتغل في هذه القضية على أرض الواقع. طبعا إخواني ليسوا في مصر فقط، تركيا، الإمارات، في كل المتعثرين الأردنيين في شتى بقاع الأرض والأردن.
ولكن كان في سبب، فترة ابتعدت عن القضية، سبب صحي قاهر، وأغلب الناس عرفت أنه أنا كنت مريض لفترة شهر ونص تقريبا، ابتعدت عن القضية. وكان سبب أنه كمان الطلبات اللي علي ما كنت قادر أعرف شو أعمل في الطلبات اللي علي،